هرجل على ماشي في ايدك شنطة فيها وزة وبطة استرجل على اقسم بالله انت ما قطة عامل لي قصة ضرب استشوار شدد لي قرطك فكك من بق البطة حط حاجة حلوة لصورتك في ايدك اليمين شيشة وش مال سجارة ارتبطت اتنين تلاتة زي كايا والسارة جايب لمك ضغط وابوك المرارة قال يعني هقول الواد ده شبح ها خسارة دي البت التافهة اللي بتعجب بيك عشان فرفور شايفة ستايلها زي ستايلك جايبه من كارفور بتقول عليها كام حوار وهي بتصدقه دي لو قالت لك بيبي شيل شعرك هتحلقه فلح تزعق لأمك وعامل عليها راجل ومع البنت شرطها اي حاجة بتقولها حاضر شاطر بجد شاطر عاملها خاطر اشرب بريل واحمد ربك انه عليك صابر استرجل واشرب بريل يمكن تنشف يا مان مش بالعضلات هتنشف ولا طول اللسان عايزك تفوق وروق اوعى تكون جبان عايزك تكون راجل بالفعل مش بالكلام قاعد ايدك في موبايلك ايه يا بيبي ايه يا حبي عامل ايه حبيبي انا من غيرك عارف حصل لي ايه يا بنت ام الحب كنت مشغول في ايه ضفري اتكسر ماليش دعوه هتيجي تنفخلي فيه وطبعا مستحيل تتكسر لها طلب عشان لو اتعوجت عليها في يوم هتتقلب وما لا استرجل وخليك وحش بطل تاخد مصروف من بابا وماما ما تبجعش بطل كسل حط امل ده اللي شمل ركب الجمل ما تقفش محلك سر اسعى يلا قوم اشتغل فكك من السناب شات وقوم لا ده اليوم بيعدي في بابجي كانه سنه واللي بتتريق عليه واقف بعيد وانت اللي كلك تريقه وواقف هنا اعمل كل اللي عليك وفي الخير اتعجل ارمي كل اللي وراك اشرب بريل واسترجل استرجل واشرب بريل يمكن تنشف يا مان عايزك تفوق وروق اوعى تكون جبان